قطاع الفلاحة دائما يعد المعهد التقني للتنمية الزراعية الصحراوية لبلدية حاسي بن عبد الله بوربلة فضاء لتقديم الإرشادات الفلاحية ومرافقة الشباب المستثمر في المجال. عبد الوهاب دحماني. يضمن المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ببلدية حاسي بن عبد الله بورقلة تكوينا تأهيليا للفلاحين الشباب الراغبين في دخول عالم الفلاحة من خلال الإرشاد الفلاحي والمرافقة التقنية للنجاح في هذا المجال. كنديروا حنايا كما نقولوا ايام تقنيه، ايام حقليه، وين نقدروا نعرفوا الفلاحين اللي هما في حاجه لمعلومات خاصه بهذا المنتوجات هذه كلها. كان عندهم تلك التساؤلات هما يقدروا يتصلوا بنا، والا نديروا لهم حنا ايام تقنيه وعند عندهم يعني في المستثمرات نتاعهم. تربية النحل والمائيات من الشعب الفلاحية الجديدة التي أضحت تجد اهتماما لدى الفلاحين، وإنشاء منحل بيداغوجي وحوض بيداغوجي لتربية المائيات بالمعهد جاء لتنمية قدرات الفلاحين وتعزيز مهاراتهم في هذه الشعب الفلاحية. قمنا بإنشاء منحل بيداغوجي متكون من 15 خلية تاع نحل، وراح يعني يستفادوا منها الباحثين، وفي اطار راح معناها نديروا معلومات، معناها بطاقيه للمعلومات على تربيه النحل في ولايه ورقلة. تربيه النحل مازالت ناقصه هنايا، باش نوروا بلي كاين امكانيه ماهيش غير في الشمال، كاين امكانيه تربيه النحل هنا في الصحراء، ونشجعوا المراه الريفيه، يعني ماهيش حاجه صعيبه. يسعى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية من خلال الإرشاد الفلاحي والمرافقة التقنية إلى توفير يد عاملة متخصصة ومؤهلة تعتمد على تقنيات حديثة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.